انا قلت لي سميت قضوان، كان معك فترة بعد انا سميت قضوان ما سميتكش برايي. ودابا انت عزك شكون كتبغي؟ كيفاش كنت كنبغي واش انا بحال ديك عندي محلة ما راه عندي قلب الله يرحم ديك الوالدين. وسط ما زوينة جيت انا قوية، وإنا لله وإنا راجعون. علاش؟ الو، السلام عليكم. سعيد اهلا، سعيد، بخير؟ كدير بخير؟ الله يبارك فيك. ساعة مبروكة، الله يبارك فيك علينا وعليك. كلشي مزيان هو هذاك الناشط. الحمد لله. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ معك ابراهيم من مراكش. ابراهيم مراكش، مرحبا بك ابراهيم. شحال السن ديالك؟ السن ديالي 26 سنة. نستنى ديك النهار. واخا، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ ساكنة في تحنا وتسميتها شيماء في مراكش. نين سميتها شيماء في مراكش. شحال السن ديال شيماء؟ تكون عندها ديك 18 19 تقريبا. 18 19. واخا، شحال نتوما على علاقة ابراهيم؟ شي شهرين هادي تقريبا. شهرين تلاقيت ولا الحب الويفي؟ لا تلاقينا شي جوج مرات. جوج مرات. آخر مرة تشوفتو؟ آخر مرة شي 15 يوم. 15 يوم. باقي كتواصلوا دابا عادي؟ عادي دابا نيت بحال صيفطت ليها الاوديو، باقي ما قريتهاش، مع بعض اتصلوا بيه. يا وشنو الشكوك اللي عندك يا ابراهيم؟ شكوك تقطعت شوية في السنوات الشتوش تقريبا. صافي، لا خصها تجاوبك بسرعة. كتقول لها شي حاجة تقول لك القراية ولا القراية والله ما القراية الأولى، ولكن خصها تجاوب ابراهيم. يلا عطينا هي عند القرايه في الواتساب، عطينا النمره ديالها. الزيرو قيد. زيد 98. زيد يا فايت لك اتصلتي بينا وقيلات. يا شنو ما كتجاوبناش ولا شنو؟ ما كنتش تجاوب ديك النهار. الو، السلام عليكم اختي شيماء، وعليكم السلام. كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله اش اخبارك؟ العائله، الخوت، الوالدين، كلشي مزيان؟ الحمد لله شكرا. شكون معاك؟ الحمد لله. شيماء 18 سنه من مدينه مراكش، معك سعيد خربوش من برنامج اهداءه الليل. راك معنا على المباشره شيماء، مرحبا بك معنا ولنا الشرف تكون معنا في البرنامج ديالنا يا شيماء، مرحبا بك. الله يكبر بك اختي شيماء، انت اللي شكرا على حسن الاستقبال والروح المرحه باش استقبلتينا. شيماء، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليليه. عزيز عليك شي مفاجآت يا شيماء؟ عزيز عليك شي مفاجآت ولا والو؟ يلا شوف، خد نفس وارتاح مع راسك وهي بلاتي عليك، ما تصدم ما والو، عادي. حنا على المباشر دابا، اتصلنا بك شيماء، اتصلوا بها احبابها، بغاو يتفكروها ويهديوك واحد الهدية. شيماء واش مستعدة للمفاجآت ولا لا؟ مرحبا شيماء، شكرا بعد لحسن الاستقبال. شيماء، شي شخص معنا في البرنامج، ربما شاف البرنامج ديالنا على السوشيال ميديا وعجبو البرنامج وبغى حتى هو يدير اهداء للحبيبة ديالو، علاش لا؟ طلع معنا شخص هو اللي عطانا الرقم ديالك والاسم ديالك وكاع المعلومات اللي عليك، وشارك معنا في المسابقه اللي عندنا في البرنامج وربح معنا واحد الهديه اللي غادي نقول لك شنو فيها في اخر المكالمه، بليس واحد قسيمه شراء ديال 2000 درهم. وللاسف الهديه ما كيديهاش الفائز، كيفرض عليه قانون البرنامج انه يهديها الطرف الثاني ديالو كيكون كاين له شي حاجه. هذا الشخص هذا قلنا له لما بغيتي تهدي الكادو، قالنا يا شيماء يردوا الهديه البرنامج. انا غادي ندوزو لك يا شيماء. اوكي، الو استاذ، صوت شيماء وهذا. اوكي، انا غادي ندوز عليك، نزيد نقربك من الامور شويه. شيماء، هاد الشخص علاه ما اكد لينا بيناتكم واحد العلاقه؟ ربما ديما ماشي كنظن شي علاقه اللي عاديه، علاقه طويله على ما حكينا بيناتكم واحد الحب، كنتو كتلاقاو دائما، كتواصلوا مع بعضياتكم، وباقي ما بغاش يتنسى لك هاد الشيء اللي قال، وعلى ما حكى لنا هاد العلاقة فيها بزاف ديال الأمور.
ما غاديش نحرق المفاجأة، نخليوها لك هو يقول لك هادشي كامل. اختي شيماء للإشارة من طلع معنا على المباشر، قلنا له لما بغيتي تهدي الكادو قالنا يا شيماء يردوا الهدية البرنامج، وكنظن راك عرفتي شكون هو بلا شك يا شيماء. شي علاقة عندكم يا شيماء؟ علاقة، مي كنقول علاقة علاقة، هادشي اللي كيأكد. وفوق هادشي هذا بكل ثقة في النفس كيقول لك أنا شيماء كتحماق عليا. يلا كبر بيك، ربما شاف البرنامج ديالنا وعجبو المحتوى، قال لك علاش ما نفاجئش انايا شيماء بهالطريقة هذه اللي ربما تزيد الحب ديالنا توطدا وارتباطا. ما متيقاش، مرحبا بك معنا، دير اسم الصفحة ديالنا واسم المنصة ديالنا ومرحبا بك، وكل شي الخوت يرحب لي بشيماء. مرحبا بك، دير سعيد خربوش ومرحبا بك معنا. شكرا بزاف. مرحبا بك، نقدر نقلب دابا واحد دقيقة؟ مرحبا، كلشي رحب لي بشيماء الخوت. القلوبة 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 لشيماء، القلوبة لشيماء، كلشي رحب لي بشيماء. سعيد خربوش، S A E D K H A R B O I C H، ما كانش لي سباس. كلشي رحب لي شيماء، القلوبة القلوبة لشيماء. شوف شيماء، شوف شي شخص كينبض لك في القلب ديالك، كينبض كينبض ما كتنساهش كاع، هو هذاك اللي في قلبك، راه ماشي 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 شي واحد تاني، الشخص اللي في قلبك. بيناتكم شي علاقة، على ما حكى لنا واحد العلاقة صراحة ما شاء الله، لما أقرب بمازال لهذا الشخص. والله يهديك، وحنا كنعرفوا القلب فيه شخص واحد اللي ما كيتنساش، وإلا عندك انت عاوتاني شي حاجة أخرى ما نعرف. ناري كلشي كيرحب لي بشيماء، واو 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 واو، برافو برافو الخرابيش، برافو الجيش الخربوشي. تفضل اختي شيماء، شكون هاد حبيب العمر اللي بكل ثقة في النفس كيقول لك انا شيماء كتبغيني، وما خلينا ما تلاقينا، وما خلينا ما دوزنا، وما خلينا ما، الله يخليكم بعضياتكم. نقولك على حاجة، أنا الشخص اللي كان ما تلاقيت معاه شي شحال هادي مدة، يعني باش تقول لي تلاقيت معاه ما وربما يكون هو، ربما عقلنا هكاك حنا، هادشي اللي قالنا، المعلومات اللي قالنا راه هي هادي. لا يلا تفضل، يقدر يكون هو اللي معانا، ما عندك ما تعرف. نقول زعما السنية اللي في بالي، تفضل، شكون توقعتي ومع من توقعتي تكون جاية؟ هو هذاك، مالك مخلوعة؟ لا مخلوعاش. ايوا، شنو كيعني لك رضوان؟ شنو كيعني لك رضوان؟ عزيز عليا وبزاف الحوايج تنفتح معاه هنا وبزاف، مكاينش حاجة ما هضر صراحة. صراحة قال رضوان، عرفتي شنو قالنا؟ قالنا واحد الكلمة اللي بورشاتني أنا بعدي على المباشر، بورشاتني واحد الكلمة قال لنا رضوان على المباشر بصراحة بزاف ديال الحب والله. شنو قال لك؟ شنو ممكن تقول له انت على المباشر؟ بيناتنا بزاف الاحترام والتقدير، شنو يعني ما شي كلمة رومانسية؟ زعما صراحة لا بزاف، شي كلمة رومانسية، راه هو اللي معانا. ها هو، تفضل رضوان. ابراهيم، هاك هاك ها رضوان، ها هو، واحد جوج ثلاثة، تفضل يا رضوان. شي ما هاني عرفت عليه، عرفت عليه شي مزيان بزاف، وسط الناس وينه جيت انا قوية، وإنا لله وإنا راجعون. علاش؟ قلبي علاش؟ بالصحة والراحة، الله يكمل لكم بخير.
حياتك. الله يحفظك. نشكرك اخي سعيد. راه باقا ما عرفاتك، قول لي شكون استاذ. ابراهيم. ابراهيم تعرفيش واحد اسمه ابراهيم؟ ابراهيم كردوان. واش ما كتعرفي حتى شي واحد سميتو ابراهيم؟ انا قلت لي سميت كردوان، كنهضر معاك في الصباح على انا سميت كردوان ما سميتكش ابراهيم. ودابا انت عزك شكون كتبغي؟ كيفاش كنت كنبغي واش انا بحال ديك عندي محلاه ما راه عيطي قلب الله يرحم ديك الوالدين. هادشي اللي بان حنا محلاه. ودابا شكون هذا اللي فات القلب عندك؟ شكون هذا اللي عندي فهاد القلب؟ واحد راه هذا كتكون الا كانت بزاف ما عرفت. شكون رضوان؟ دابا سميت كبار سميت كبرايم كيما انا. دابا هي تعاد عرفك شكون عاد ديرك في قلبها. تحياتي لك ابراهيم. خويا سعيد. الله يحفظك اخو سعيد. شي كلمه للمرحومه. اش نقول لها؟ لا اله الا الله الصبر يا عبد الله. تفضل. يلا طلع لي فراسك اخويا سعيد وشكرا بزاف ولا على اختك. السلام عليكم اختي شيماء. وعليكم السلام. تحياتي لك ومرحبا بك معنا. تحياتي لك ابراهيم.